فيها بصحتكم؟ الله يسلمك يا خويا. كنتسنى في هاد لا فيكتوار. الحمد لله، كما يقول لك الديربي ما تحصلوش كاع كيفاش يجي. الحمد لله هاد الديربي كما يقول لك خدمنا له وحضرنا له كما ينبغي، ورغم الهزيمه اللي كنا كما يقول لك لقينا هدف في الديبي دماش، الحمد لله اللي جوار حنا ما ديكونسونطريوناش. وهذه هي كره القدم، فريق اللي يكون منهزم ما يعنيش خسر المباراه، ولينا في السكور الجمهور متعناه، والحمد لله يا ربي فزنا في النهايه. لي دوبي تاعك واش تقول عليهم؟ نشكر صحابي بزاف بزاف، باسكو لو كان ماشي صحابي انا ما ماركيش. نشكرهم بزاف بزاف، وهذه هي كره القدم كما يقول لك، جاوني دي زوكازيون ماركيتهم. الانصار راهم يستناو فوز واحد اخر مع باتنا ان شاء الله، ولا كما يقول لك هذه حاجه باينه، كما يقول لك في استادنا ما يليقش الهزيمه وما يليقش التعثر، وان شاء الله كما يقول لك نهار باتنا رانا نبريباروا لهذاك الماتش كما يقول لك في غروب. يعطيك صحه صح.